مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا وسهراتنا في ليلة العيد. وإحنا معانا دلوقتي الجزء والفقرة اللي هي الطيبة الجميلة والصوت الجميل بس في الإنشاد الديني. معانا طبعا الابتهالات الجميلة والإنشودات اللي إن شاء الله هتعجبكم. إحنا معانا الموهبة الجميلة والمتميزة جدا آية أشرف، برحب بيكي معايا. أهلا بيك. كل سنة وأنت طيبة في البداية. وحضرتك طيبة وبخير حبيبتي. في البداية يعني قولي لي امتى بدأت تحسي بقى ان صوتك حلو كده وقررتي ان انت هتقولي ابتهال، وليه اخترتي الابتهالات؟ والله وانا صغيرة وانا مش بقول ابتهالات بس، يعني انا بقول انشاد ديني اي لون، ولكن طبعا معروف ان احنا صغيرين نسمع اذاعة القرآن الكريم، اتربينا على الحاجات دي برضه. كنت بسمع برضو زي الاطفال طيور الجنه، لقيت نفسي الاتجاه اللي انا مايله ليه هو الاتجاه الديني. الحاجات الدينيه بحبها جدا، رغم ان عادي بقدر اغني رومانسي والكلام ده بقى سهل على المنشد انه يقول الحاجات دي طبعا، بس انا احساسي وجداني مش انا رايحه للاتجاه الديني. والدتي كان صوتها حلو، هي ما زالت يعني صوتها حلو، فاحنا ايه انا واخده الموهبه منها وراثه، برضو ليا اخوات صوتهم حلو. كانت هي بقى بتساعدك مثلا في اختيار الابتهالات اللي هتغنيها، يعني لو عندك حفله كده بتاخدي رايك فيه يا راي مامتك فيها وتقولي لها؟ ماما زمان وهي صغيره قوي كانت ايه بتدندن اغاني في البيت مش انشاد، انا اللي حببتهم في الانشاد. من دلوقتي والدتي بتنشد بقى ايه الاناشيد بتاعتي، انا حتى عامله اناشيد خاصه بتاعتي انا. فوالدتي بتردد الاناشيد دي في البيت، وحتى اختي الصغيره، عندي اخت انا اكبر واحده في اخواتي، اختي بتفضل تردد الاناشيد دي في البيت. فحسيت ان انا عملت اثر طيب برضو للي حواليا سواء في بيتي او خارج بيتي الحمد لله يعني. فقررتي بقى تحترفي بقى، تخرجي من نطاق الغنى في البيت، احنا هننشد بره. احنا طبعا يعني لازم ان انا ايه انا شايفاها رساله طبعا، فانا بحاول ان انا بنشر رسالتي بشكل ايه يعني عايزه اوصلها لاوسع نطاق. تمام. طبعا انا والدتي اكتشفت موهبتي من صغري، من وانا عندي 6 سنين تقريبا. طب خلينا نبدا كده ونسمع، تحبي تسمعينا ايه في بدايه بما اننا كده في اجواء العيد او كده؟ هقول حاجه بسيطه للعيد وبعدين ندخل بقى في حاجات انشاد ان شاء الله. ليله العيد انستينا وجددت الامل فينا، يا ليله العيد أنستينا وجددت الأمل فينا، يا ليلة العيد هلالي هلل عنينا فرحنا بو وغنينا، هلالي هلل جميل. صوت حاجه جميل بسيطه يعني. كده صوت جميل. انا شايفه كمان انت بتعرفي تعزفي على الدف بقى، قولي لي بقى اتعلمتي سماعي إيه؟ انا ما اتعلمتش يعني، ما فيش حد بقى دربك انك انت تضربي على الدف؟ عرفت الايقاعات الاساسيه من اليوتيوب. في ايقاع اسمه مقسوم، في ايقاع اسمه ملفوف، دي معظم الايقاعات اللي بنستخدمها في الانشاد، وبسمع بودني اللحن ماشي ازاي، ايه اللي لايق عليه وبشتغل. وبتشتغلي يعني ما اتدربتيش يعني؟ لا، هو السماع برضو مهم قوي يعني، طبعًا حتى في الانشاد طبعا اكيد. قولي لي بقى مين من المنشدين اللي بتحبي انك انت تسمعي لهم قوي؟ يعني الناس القديمه بحب طبعا سعاد محمد جدا، الحاجه ياسمين الكيام، عندك الشيخ سيد النقشبندي طبعا، معظم المشايخ بتوع زمان يعني بصراحه يعني انا بحبهم جدا،
الشيخ نصر الدين طوبار طبعا ده علامه يعني من علامات الابتهالات الدينيه طبعا. كل ما هو قديم بصراحه بحبه. الاناشيد الدينيه اللي عاملاها ام كلثوم برده جميل وحافظه ليهم كتير يعني. طب ما تخلينا نقول حاجه للشيخ النقشبندي يعني. النقشبندي دايما كده كان مرتبط معانا كده يعني في شهر رمضان الكريم، لسه طالعين من شهر رمضان الكريم فدايما كنا نسمعه بقى. وفي انشوده مختلف عليها يعني، بيقولوا ان هي للشيخ سيد النقشبندي وفي بيقول ان هي للشيخ اسمه الطوخي. فهي ماشي بنور الله، بس الناس كلها واخداها في ودنها ان هي النقشبندي خلاص. طب ايه رايك نسمع مولاي؟ مولاي ممكن اكون في كلمات فيها مش حافظاها قوي يعني. طب تسمعينا ايه؟ طيب ماشي بنور الله. ماشي بنور الله. ماشي بنور الله، ماشي ماشي بنور الله، ماشي ماشي في نور الله، بدعي واقول يا رب. ماشي في نور الله، بدعي واقول يا رب. ماشي في نور الله، بدعي واقول يا رب. يا رب تبقى لي حصن وجاه، زدني في حبك حب يا رب، وبارك لي في عيالي وفي صحتي ومالي وفي كل أعمالي، أسعى إلى مرضاك. ماشي 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 بنور الله، ماشي بنور الله، ماشي بنور الله، ماشي ماشي بنور الله، ماشي ماشي في نور الله، بدعي واقول يا رب. ماشي في نور الله، بدعي واقول يا رب. منك يا رب الهدى والمعصية مني يا رب، ولا لي عنك غنى وانت في غنى عني يا رب. روحك لروحي دليل والحب ليا سبيل، والعمر شمس تميل اللي قصد مولاه. ماشي بنور الله، ماشي. جميل جميل، الله الله. يعني بيقولوا اللي يغني للنقشبندي بقى يعني وينشد النقشبندي بقى حنجرته قوية يعني، مش أي حد ممكن يقدر يغني للنقشبندي. الصوت بقى والصوت الجميل ده، بتعملي تدريبات بقى على الصوت عشان يبقى أقوى؟ وأنا طبعا أنا درست أولا درست في الأوبرا المصرية دار الأوبرا، بعد كده درست في مدرسة الإنشاد الديني. قبل مدرسه الانشاد الديني كمان درست في مؤسسه اسمها مؤسسه الحلقه. انت خريجه ايه اصلا يعني؟ انا خريجه كليه دار العلوم جامعه القاهره. لغه عربيه. دفعه 2020. ايوه. بعد كده درست بقى في اول حاجه رحتها الاوبرا المصريه دار الاوبرا. رحت مؤسسه الحلقه بعد كده، وبعدين بقى مؤخرا رحت مدرسه الانشاد الديني. درست هناك تواشيح بقى، موشحات وحاجات كتير افادتني بصراحه. ايوه. بس وتخرجت في مدرسه الانشاد الديني وخدت كارنيه وخدت درع وكان في حفله تخرج. اي عندك فرقه؟ عندي فرقه سميتيها الابرار. نعم. طب ليه سميتيها الابرار في الاول؟ والفرقه بقى اعدادها قد ايه؟ وقولي لي بقى بتشتركوا في حفلات، بتروحوا طبعا الافراح الاسلاميه، كلميني عن فرقتك بقى. والله الفرقه عددها بيكثر ويقل طبعا، احنا في الاول كنا عدد ايه صغير. الفكره جت لي منين بقى؟ انا لما دخلت مدرسه الانشاد الديني لقيت بنات كتير منشدات وبنات صوتها جميل، فانا بصراحه جت في دماغي الفكره عايزه بنات قدامي لابسه ابيض فاضيه وبتنشد. يعني ده ازاي واحد بتاعكم انتوا كلكم بتلبسوا ابيض فاضيه؟ بنلبس ابيض، أبيض ولا انت ابيض فاخضر؟ وشاح زيهم، كلنا زي بعض، كل واحد وشاح اخضر كده يعني، شال كده بنحطه اخضر ولبسنا كله ابيض فاضي.
طبعا اول ما بدات عملت الفريق الصفحه بتاعه الفرقه، انا بدات عملت صفحه لسه صغيره على الفيسبوك. انت اخترتي الاسم ولا كان امركم شورى في اختيار الاسم؟ كان الامر شورى، بس من ضمن الاسامي لقيت الابرار، انا عجبني، هي كانت ابرار، كان بنت مقترحه اسم ابرار. فانا قلت لا، انا عايزاه الابرار. الاسم عجبني، قلت ايه، احنا نتخلق باخلاق الابرار، احنا طبعًا نتمنى ده طبعا، ومع الابيض فابيض، فايه فحبيت الروح وحبيت انتباه الاسم مع الفرقه. فطبعا جيت بقى بدات بالصفحه دي، كانت صغيره، كبر عليها العدد بعد كده بشكل فظيع وفي مده قصيره جدا. لقيت احنا كنا بنعمل فيديوهات بسيطه، بننزل بروفات بسيطه جدا في مركز الشباب، كنا بننزل عجبت الناس قوي. بالظبط كده، من ضمنهم فيديو وصل 11,000 من غير اي شيء، والصفحه صغيره. حصل بقى ايه؟ طبعا دلوقتي عالم السوشيال ميديا اي حاجه عليه على طول، مش اي حاجه يعني، هو عالم السوشيال ميديا. هي صفحه لسه كانت معموله جديده، ايوه، فاحنا انا لقيت هو اللي بيعمل حاجه جيده فجاه تلاقي الناس كلها عجبتها، بالذات انه لقوا بنات بتحفظ بنفس الشكل وبيقولوا في صوت واحد، والجو ده بصراحه لفتت الانتباه. بيختلف انشاد البنات عن انشاد الولاد؟ اكيد طبعا، يعني بيبقى مثلا الطلب زايد ان انا اجيب في فرحي الاسلامي بنات، ولا يعني بيبقى في منافسه بقى بين البنات والولاد في الانشاء؟ لا طبعا، كل حد ليه مجاله وكل حد يحترم في مجاله. يعني مثلا الاولاد، عايزه اقول لك بالنسبه لمساحات الصوت، الاولاد بتجيب جوابات اكتر بكتير، ما شاء الله عندها ايه، عندها الجواب اكتر بتجيب عن البنات. في بنات ايه بتعرف تجيب فيه في مساحات صوتها برضو، انما بقى في الطلب في الحفلات او في الامور دي، مثلا جلسه نساء مش هيبقوا عايزين يجيبوا اولاد، فكل حاجه بنات. ليها ايه، كل حاجه طبعا ليها الطلب طبعا ليها ناسها. طب قولي لي اكتر حاجه بتنشديها وهم بيحبوها قوي الناس، يعني ويقولوا لك دايما يطلبوها منك يسمعوها منك؟ والله الناس اذواق مختلفه، يعني في اللي بيحب القديم، في اللي بيحب الجديد، ولازم احنا ايه نوصل نواكب الرساله طبعًا. لازم نوصلها لكل حد بيسمعني، لحد الاصغر لازم نرضي جميع الاذواق. ايوه لازم، قديم وجديد طبعا. معظم الاطفال مثلا واخده على قمر جدا، فانا لازم احنا نمسكوا فيها برضه. يا سلام، دي اساسيه بيحبوا يغنوها. فطبعا انا مش عشان صوتي مثلا بيجيب الحاجات القويه اهمل الحاجات دي، لا، لازم اوصل رسالتي للجميع. نرضي جميع الاذواق طبعا. هنغني ايه عشان نرضي جميع الاذواق بقى؟ انا ممكن اقول لك دلوقتي حاجه من اناشيدي انا اللي انا عاملاها. دي الجديده بقى، دي جديده. حلو قوي ان الواحد يعني يتفق على تاليف كلمات جديده، بدل ما كله بيغني فعلا زي ما انت بتقولي القديم. طب ليه ما يبقاش في فكر جديد لينا احنا كمنشدين؟ وبعدين احنا لازم نرضي جميع الاذواق، في ناس قديمه قوي بتسمعنا، فلازم برضه اقول لها في ناس جداد عايزين الحديث. بالظبط. غني لنا الحديث. انا اقول رسول الله يكفيني، هي كلمات أستاذ شحات الجمال وألحان. يلا بينا. رسول الله يكفيني على عهدك على ديني، إمامي أنت ويقيني، وحوضك ليا مسك ختام، يا ساكن روحي من جوا، ماليش والله غير هو، انا مسلم عشان هو، دعانا بحسنى للاسلام، رسول الله على عهده فدك روحي انا وولدي، يعزي انت يا سندي، عليك والله ألف سلام، رسول الله يكفيني على عهدك على ديني، إمامي أنت ويقيني، وحوضك ليا مسك ختام، يا نور على نور يا سيدنا، يا شافع فينا يا قائدنا، شوف أخلاق محمدنا هتعرف إنه قدوتنا، رسول الله يكفيني على عهدك على ديني، إمامي أنت ويقيني، وحوضك ليا مسك كتاب، بغيب عن أهلي عن ناسي، ومش بتغيب يا تاج راسي، يا منبع نبض أحساسي، سلام الله عليك يا إمام، رسول الله.
تكفيني على عهدك على ديني إمامي أنت ويقيني وحوضك ليا مسك ختام. جميل جميل، الله الله، حلوة قوي ان يبقى في حاجة جديدة. طيب دايما كده احنا طبعا كلنا بنحب نسمع قمر سيدنا النبي بقى. اكيد فلازم نسمعها، ما ينفعش نعديها بقى من غير ما نسمعها عشان نرضي القديم. احنا كده راضينا الجديد فما تزعلش القديم. يلا بينا. مش قديم، انتشار. اه طبعا ده القديم بقى بتاع ايه، بتاع الحاجة ياسمين اللي دايما احنا نحب، يعني مشهوره قوي، او الاغاني المشهوره لينا احنا كناس، يعني ايه مش الانشاد معروف بقمر يعني. طبعا قمر سيدنا النبي طبعا عليه افضل الصلاه والسلام. واجمل منك لم ترى قط عين، واطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون 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 سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، قمرون جميل. الله،
يعني صوت جميل بجد وابداع يعني. فقولي لي بقى يعني في فرق دلوقتي سوريه، فرق سوريه مشهوره جدا ومحققه طبعا يعني مشاهده، نسبه مشاهدات عاليه جدا، ايه رايك في انشاد الفرق السوريه في مصر؟ اكيد جميل جدا يعني، واي حد بيأدي انشاد، وبعدين الفرق السوريه بتعمل جو ايه مختلف شويه، ففي تفاعل جمهور معاهم برضو. ايه الاختلاف بقى ما بين الفرق المصريه والفرق السوريه؟ المصريه بتغني يعني، ممكن في فرق سوريه بتعمل اناشيد مختلفه شويه في اللحن، الحانهم مختلفه قوي عننا. يعني مثلا ممكن يكون فيها ايه اللي هو الطابع السوري شويه طبعا، لازم يبرزوا طابعهم شويه. طبعا فده، وبرده بيقولوا حاجات اللي هي المصريه، فده مع ده مع اختلاف اصواتهم برده هم فيهم الطابع الايه، تحس ان هم بيقول لك ايه اللكنه بتاع اللغه العربيه برده ليها اللي هو تحس ان اصواتهم اصوات الحلبيه. طبعا مختلفه عن الاصوات المصريه اقوى شويه. مش اقوى، لا يعني ما شاء الله احنا عندنا اقوى المشايخ واقوى العظماء المصريين يعني، يعتبر مصر هي بس ليهم زي ليهم يعني. كده نكهه خاصه بيهم. ايوه بالظبط. أيوة. كده قولي لي بقى في منافسه ما بينكم يعني، الناس بتحب السوريين اكتر دلوقتي ولا المصريين، ولا هي لا كل واحد بيفرض نفسه؟ كل حد ليه ذوقه، كل حد ليه كل يفرد حد طبعا نفسه. بيفرض نفسه وشغله على الساحه اكيد. قولي لي بقى يعني فكره فرقه بنات انشاد، في طلب زايد، شايفه في طلب زايد في الافراح على فرق بنات انشاد، وان الناس بدات تتجه ناحيه حب سماع الحاجات دي اكتر؟ هو طبعا السائد، انت زي ما انت عارفه وكل الناس عارفه، السائد الاجاني او الامور الشعبيه او الامور اللي هي احنا بنحاول ان احنا نقضي عليها. نحاول ان احنا ولو بجزء بسيط نخلي الناس تتجه. انتوا ممكن تفرحوا على ممكن فكره، ممكن نسمع ده ممكن تفرحوا بشكل، على فكره احنا بنقول افراح اسلاميه مبهجه جدا، وتخليك ان انت تفرحي يمكن كلماتها وجوها وموجهه للعريس والعروسه وبشكل جميل جدا، احلى من يعني احنا ممكن نفرح بشكل جميل قوي برضو، والحان سريعه وحاجات سريعه. مش لازم ان احنا نفرح بشكل سيء يعني، انا عن نفسي على المستوى الشخصي بكره المهرجانات جدا. الاغاني الشعبيه ما بتسمعيش اغاني؟ ايه ما بسمعش اغاني خالص يعني، خالص مفيش اي اغنيه ممكن تعجبك سواء قديم او جديد؟ ممكن بصي يعني لو حاجه فيها رساله، حاجه للام، حاجه وطنيه، ممكن لو حاجه فيها رساله بسمعها. انما لو حاجه يعني فيها كلام مزيء وكلام سيء، انا بصراحه اذني ما تحبش الاشياء دي. ايوه، ودي بقت هي يعني المهرجانات تخصص افراح. تعرفي ان المهرجانات اصلا اي حد بيغني او بينشد او حد لازم اذنه تبقى موسيقيه، المفروض ان ده تلوث للاذن اساسا. بس المنشد يقدر يغني كويس لان حنجرته بتبقى اقوى شويه، بيقدر يغني. الابتهالات اصلا بتحتاج حنجره قويه. بيقولوا دايما ان اي منشد يقدر يغني، بس مش اي مغني يقدر يمشي. المنشد لازم يكون صوته حلو، ولا ممكن يكون حنجرته قويه واحساسه حلو فممكن يوصل للناس حتى لو ما كانش صوته حلو قوي؟ هو رقم واحد في اي مكان انت بتروحي تتدربي فيه او بتروحي ان انت مثلا تعملي فيه اختبار، لازم السماع الجيد جدا. هقول لك دلوقتي معلومه ممكن الناس كتير تفتقدها يعني. ممكن حد يكون صوته ايه جميل جدا 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 روعه، بس ودنه مش بيسمع كويس خالص، واحساسه مش عالي. ودنه بس الاذن هي رقم واحد. الاذن لو مش جيده هو بيقول ممكن بيسمع الحاجه بيقولها بلحن مختلف بامور مختلفه، فهو كده يعني يعتبر كانه ولا عنده صوت جميل ولا اي شيء. اي حد لو بيقيمه فهو ما بيأديش اي حاجه بشكل صحيح. الاحساس طبعا كل حد بيختلف، في على فكره ناس بتنشد بدون احساس، وده احنا بنفتكره في الانشاد الديني. لازم احنا بنقول حاجه فيها روحانيات، فيها روحانيات كلها حاجه طبعا. عايزين تجي احساس عالي. طبعا عايزين الناس اللي حوالينا، هي رساله عايزين يوصل لهم ده يعني. انا هقول لك حاجه، لسه انا امبارح كنت بنشد ما شاء الله يعني، انشدت يعتبر 4 ساعات متواصل ما شاء الله في جوله سيدات يعني، كنا في مقرأة وجوله ايه فيها نساء يعني جلسه نساء. ايوه ما شاء الله على الاحساس وهو واصلهم، هم مستقبلين، والناس اللي محبه كمان للانشاد ما شاء الله اكبر يعني. النساء قاعده تبكي، حلو قاعده تبكي وعايشه في الحياه الروحانيه وفرحانه جدا جدا. تقولي ان انت لو تعبانه ومش قادره تادي وصوتك مجهد، انت عايزه تقولي لهم ازيد وازيد، وانا هغني اكتر وهبس. استماع المتلقي برضو بيشجع، على اثره للتقدير. اي حاجه طبعاً فيها تقدير بيخلي الواحد نفسه يعني مفتوحه. مثلا لو طبعاً. انا دلوقتي منشده رايحه مكان، المكان ده مثلا في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه انشاد. أيوة. اصلا تقولي لها منشده هو يعني ايه منشده؟ يعني ايه
وطبعا انا لو قاعده في مكان الناس فيه مش مقدره لده، التقدير اهم حاجه، التقدير او فاهمه ده اصلا في الحياه بشكل عام اهم حاجه، التقدير. التقدير بتاع الواحد يشتغل وهو نفسه طبعاً مفتوحه طبعا. فانت لو بتقولي الجمهور مش فاهم ده او مش متقبل ده، مش هتقدري تقولي له طبعا. ايوه الوقت معاكي بيعدي بسرعه، بس قولي لي ممكن نختم بايه؟ انت حابه ايه نقول جديد ولا يعني جديد؟ انا بحب المس كفاح حلو قوي، وممكن لجن النبي. لجن النبي او المس كفاح بقى اللي تحبيه. طب انا ممكن اقول لك حاجه يعني نكسر القاعده كمان. طيب يلا بينا. حاجه عجبت الناس قوي في فتره. طب يلا بينا يلا. الليله حلوه حلوه الليله دي الله، الليله حلوه بمديح الهادي الله. طير يا طير هات البشاير، طير يا طير هات البشاير. ده الليله حلوه حلوه الليله دي امة محمد من يوم ظهوره الله، يوم بعد يوم عايشين في نوره الله. أمة محمد من يوم ظهوره الله، يوم بعد يوم عايشين في نوره الله. عاشقين حبيبهم هادي قلوبهم، عاشقين حبيبهم هادي قلوب. كان يوم ميلاد صباح نادي، الليلة حلوة حلوة الليلة دي الله، الليلة حلوة بمديح الهادي الله. طير يا طير هات البشاير، حلوه فعلا بيكي يا ايه، ونورتيني بجد، وصوت جميل، وان شاء الله كده في يوم من الايام كده اشوفك واصله للعالميه، وان شاء الله يكوني معايا في وقت تاني انت وفرقتك، فرقه الابرار. اتمنى لك التوفيق، وكل سنه وانت طيبه يا رب وبخير وسعاده. وحضرتك طيبه بخير وكل الموجودين يا رب. مشاهدينا يعني مسك الختام هو الإنشاد الديني والجميلة المتميزة جدا المنشدة آية أشرف. دلوقتي خلصت فقراتنا، بتمنى تكونوا استمتعتم معنا بفقراتنا في سهرة العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما حياتكم كلها أعياد، ويا رب دايما نتقابل في الأعياد والمناسبات الحلوة الجميلة، ويا رب دايما حياتكم كلها حب في حب وأعياد في أعياد. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما نتقابل في الأعياد. وأترككم دلوقتي في أمان الله، وشكرا لكم، وكل عام وانتم بخير.